الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة تؤكد دائما أن ولائها لمصر ولشعبها العظيم، وأنها ستظل الدرع الواقي والحصن المنيع للبلاد. فالقوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدا من أجل رفعة شأن الوطن وحماية أراضيه، إلى جانب المساهمة الفعالة في القيام بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للأزمات التي قد تتعرض لها البلاد. فالجيش المصري يثبت يوما بعد يوم وعاما تلو الآخر أنه بحق خير سند لشعبه العظيم وقاطرة التنمية التي لا تتوقف، وأن هذا لم يأتي من فراغ ولكن جاء نتيجة لعمل متواصل وجهد دؤوب ويقظة مستمرة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي 15 آيدكس 2021 والمعرض البحري المصاحب له نافدكس 2021. وقد استضافتهما العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الأيام الماضية، حيث شهد القائد العام للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة 15 من معرض آيدكس 2021، ونقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا. وعلى هامش المعرض التقى بالسيد محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض آيدكس 2021 هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في المجالات العسكرية. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى بالفريق ركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية. وفي نفس الإطار التقى بكل من وزيرة الجيوش الفرنسية ووزير دفاع صربيا والسيد خار لامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له، حيث تبادلت اللقاءات تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات العسكرية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل لبحث أحدث ما وصلت إليه ترسانة الأسلحة العالمية من تطور في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، التقى بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إج الإماراتية وعدد من كبار قيادات المجموعة واتحاد مجموعة الشركات الأوروبية الخاصة بإنتاج الصواريخ MBDA ووفد شركة بوينغ الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة IGG International Golden Group والوفد المرافق له، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والوفد المرافق. وخلال فعاليات المعرض قام الفريق أول محمد زكي بتفقد جناح جمهورية مصر العربية، والذي تضمن عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي
والشركة العربية العالمية للبصريات، وتفقد شركة فينكنتير سبا التي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم في بناء السفن والأولى في إنشاء الغواصات. كما تفقد شركة الحمراء الإماراتية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية وما تتسم به من تقنية متطورة وجودة عالية وكوادر شابة لديها خبرات عديدة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، متمنيا لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من النجاح والازدهار. تأتي مشاركة مصر في معرض آيدكس 2021 في إطار التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري للأسلحة ذات التقنيات التكنولوجية المتطورة، حيث أصبح معرض آيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استمراراً للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية التي تشهد تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها على مدار اليوم، حيث قامت الإدارات التخصصية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لميدان الجيزة ومبنى المحافظة ومجمع المصالح الحكومية ومحطة قطار ومترو الجيزة ومحطة مترو فيصل وموقف سيرفيس 6 أكتوبر وموقف سيرفيس مسجد الاستقامة وعدد من الشوارع التجارية الرئيسية والجانبية بميدان الجيزة، فضلاً عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم لحي الأسمرات بما يحتويه من مجمعات سكنية ومنشآت خدمية ودور عبادة ومراكز للرعاية الصحية ومواقف للنقل الجماعي والمدينة الشبابية. وفي سياق متصل، واصلت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي وتوسيع نطاق توزيع المسقات الطبية والسلع الغذائية كل في نطاقه، حيث قامت العناصر التخصصية بالجيش الثالث الميداني بتطهير عدد من المستشفيات ومحطة السكة الحديد والمواقف الجماعية. وتوسيع نطاق توزيع المسقات الطبية الواقية على المواطنين مجاناً، فضلاً عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية في عدد من المناطق التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة على مدار اليوم بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وفي السياق ذاته، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع عناصر الجيش الثالث الميداني بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة على المواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا. إذن لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة.
من جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات. باسمي وباسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الحبيب على هالدعم الطبي اللي عم بيقدموه اليوم للجيش اللبناني. المساعدات الطبية والإنسانية اللي وصلت من مصر للبنان بعد انفجار 4 آب المشؤوم ساهمت وخففت كتير من وجع الناس. شكر كبير للجيش المصري وللشعب المصري الشقيق ولكل المسؤولين على هالمبادرة السخية. وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني. وفي النهاية نقول إن رجال القوات المسلحة يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، وفي نفس الوقت استمرار جهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة لتخفيف آثار الأزمات التي قد يتعرضون لها. حفظ الله دائما مصر أرضا وشعبا وجيشا.